من الواضح أن إعطاء الزكاة بنفسه واجب وفضيلة. طبعا إعطاء الزكاة هو واجب وأيضا هو فضيلة ويؤجر عليه المعطي، هذا واضح. أقول أما حال الركوع، التفت جيدا، أنا يعني قلت أشير إلى أمور إن شاء الله تكون لها يعني تكون مفيدة في فهم العقيدة وفي تعميق العقيدة وفي الاحتجاج على الآخرين وفي الهداية والنصح للآخرين وفي تبريض الموقف للآخرين وفي الاحتجاج أيضا في العالم الآخر عندما نكون بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل إنسان يأتي بدليله بحجته ببيانه. أقول ومن الواضح، يعني أنا أيضا أحاول أن أدفع بعض الشبهات التي تسجل أو ممكن أن تسجل، فمسبقا أفترض هذه الشبهة أو يعني أطرح هذه الشبهة وأتي بي يعني بالجواب وبدفع هذه الشبهة لو طرحت عليكم عندكم الجواب حاضرا إن شاء الله. أقول ومن الواضح أن إعطاء الزكاة لنفسه واجب وفضيلة. أما حال الركوع، يعني يعطي زكاة في حال الركوع، هل حال الركوع له فضيلة ذاتية؟ أقول لا، ليس له فضيلة ذاتية. التفت جيدا، أما حال الركوع فليس فيه فضيلة ذاتية، وإلا التفت جيدا لو كان له فضيلة لانتشر وشاع التصدق وإعطاء الزكاة حال الركوع، وهذا لم يحصل فيه شياع، إذن ليس فيه فضيلة. لو كان فيه فضيلة لفعل هذا كثير من المسلمين من المتشرعة ولم يفعله ولم ينتشر هذا ولم يشاع هذا، إذن هذا ليس، إذن حال الركوع ليس فيه فضيلة ذاتية. ولكن التفت جيدا، ولكن عبثا حاول البعض من النواصب مبغضي ومعادي علي وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سلب أي خصوصية وفضيلة لعلي عليه السلام في هذه الآية، متناسين وغافلين وجاهلين أن سلب فضيلة حال الركوع هو المقصود في القرآن في الخطاب القرآني. قبل قليل قلت إعطاء الزكاة حال الركوع، هذا حال الركوع، هل له خصوصية؟ هل له فضيلة؟ أنا أقول ليس له فضيلة، والقرآن قصد بأن حال الركوع ليس له فضيلة، ونتمسك بهذا ونؤكد على هذا ونفتخر بهذا، بل هذا هو الحجة وهذا هو البيان وهذا هو البلاغ. نحن نريد أن الركوع ليس فيه فضيلة، نحن نريد أن نصل إلى هذا. لو قالوا بأن له فضيلة نقول ليس له فضيلة، وهو في الحقيقة وفي الواقع ليس له فضيلة، لإتمام الحجة على ذوي العقول من حيث أن سلب فضيلة حال الركوع يعني أن، التفت جيدا إلى هذا الاستدلال، من حيث أن سلب فضيلة حال الركوع، أنا لماذا أقول أتحدث عن الاستدلال وأطرح الدليل؟ لأن كل بالخصوص من عاد علي سلام الله عليه، من عاد أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا بعلماء، هم أجهل الجهال، من شيخهم الأكبر وأنت نازل، وأنزل بعد من تريد بعده من تريد أن تذكر فأذكر، ليس عندهم أي علم. فإذا كان شيخهم جاهلا فهم مقلدة لهذا الجاهل، فهم في الجهل وفي الظلام بمنزلة ومنازل أدنى وأدنى وأدنى. التفت جيدا، أنا أريد أن يعني أخرج بكم بمجموع لا بأس به منكم بالجميع، يعني أمل أن يكون الجميع يخرج وهو يقف أمام أكبر شيخ من شيوخ النواصب، يقف أمام ابن تيمية، ليأتي من ابن تيمية، وأي شخص منكم يقف أمام ابن تيمية ويلزم ابن تيمية الحجة بما يرضي الله سبحانه وتعالى، الحجة التامة البالغة. أقول أن سلب فضيلة حال الركوع هو المقصود في الخطاب القرآني لإتمام الحجة على ذوي العقول، من حيث أن سلب فضيلة حال الركوع يعني أن الخطاب الإلهي جاء على نحو له والعياذ بالله، يعني عندما لا يكون للركوع أي فضيلة، فإذا لماذا أتى به القرآن؟ لماذا أتى القرآن؟ لماذا أتى الله سبحانه وتعالى بهذا المقطع؟ لماذا أتى بهذا الوصف وهو حال الركوع؟ لا يوجد إلا اللغو. إذا حال الركوع ليس فيه فضيلة، ونحن نقول ليس فيه فضيلة، إذا لماذا أتى به؟ إذا أتى به على نحو اللغوية والعياذ بالله. وتعالى الله عما يقول المستكبرون، وتعالى الله عما يقول النواصب. التفت جيدا، إذا قلنا بأن الاتيان بالزكاة حال الركوع، إذا كان حال الركوع ليس فيه فضيلة، فلماذا ذكره الله سبحانه وتعالى هنا؟ لماذا أتى به؟ لا يبقى إلا على نحو اللغوية. إذن ماذا عندي؟ أما فيه فضيلة ذاتية
والحمل ينفي أن يكون له فضيلة ذاتية، والنواصب يلغون هذا، يقول ليس فيه أي فضيلة انتهينا منه، بل يسجلون عليه عكس الفضيلة، يقولون هو فيه سلبية، فيه له، فيه انشغال عن الصلاة، ادعاءات كثيرة واستحسانات باطلة كثيرة من أجل القدح بعلي وأهل بيت النبي سلام الله عليهم أجمعين. إذن نحن نؤيد هذا الكلام، نؤيد بأنه ليس فيه فضيلة، انتهينا من هذا. إذن ماذا بقي؟ ليس فيه فضيلة، وماذا أتى به الله سبحانه وتعالى؟ إذن بقي على نحو اللغوية، نقول تعالى الله عما يقول المستكبرون. التفت جيدا، عندما ينفي النواصب الفضيلة لحال الركوع، إذن ماذا يبقى عندهم إلا اللهو؟ إذن يقولون الله سبحانه وتعالى يلهو، الله أتى به هذا على نحو اللغو والعياذ بالله، وتعالى الله عما يقولون. أقول إذن كيف نخلص من هذا؟ كيف ننتهي من هذا؟ كيف نخلص أنفسنا من هذا؟ ما هو المناص منه؟ فأقول فلا يبقى مناص من دفع اللغو إلا بالتسليم بقوانين اللغة والعرف الظاهرة والدالة على أن المقصود، ما هو المقصود؟ على أن المقصود قضية خارجية وتشخيص خارجي وإشارة خارجية. التفتوا جيدا، ابن تيمية، أتباع ابن تيمية، مشايخ ابن تيمية لا يريدون من الإنسان أن يتعلم، لا يريدون من الإنسان أن يقرأ، لا يريدون من الإنسان أن يقلد العالم، العالم الحقيقي، يريدون من الإنسان أن يقلد الجاهل فقط، أن يقلدهم هم الجهل فقط، هذا فقط وفقط، تقليد أعمى، تقليد بهيمي، تقليد على نهج الجاهلية فقط باتجاههم نحوهم فقط، هذا فقط وفقط. ومن هنا يحارب العقل، يحارب المنطق، يحارب أهل المنطق، يحارب الكلام، يحارب أهل الكلام، يحارب يحارب أهل الاجتهاد، يحارب أبا حنيفة، يحارب من تحدث بالقياس كمورد للاجتهاد واستنباط الأحكام، أي شيء يتعلق ويرتبط بالعقل فهم لا يستقرون أمام العقل، لا يستقيمون أمام العقل، لا يوجد اتزان عندهم أمام العقل، فيحرمون ويكفرون. كفروا المناطق وأهل الكلام والفلاسفة وأهل الاجتهاد من الإمام أبي حنيفة وغيره. إذن أقول فلا يبقى مناص من دفع اللغو إلا بالتسليم بقوانين اللغة والعرف الظاهرة والدالة على أن المقصود، ما هو المقصود؟ المقصود قضية خارجية وتشخيص خارجي وإشارة خارجية إلى أن المراد بالولي هو هذا الشخص الذي أعطى الزكاة وهو راكع، فهو تحديد وتشخيص قرآني إلهي في أن الولاية منحصرة في شخص علي المشار إليه بأنه أعطى الزكاة وهو راكع. إذن حال الركوع حتى يميز هذا الشخص عن باقي الأشخاص، يميز هذا المعطي عن باقي معطي الزكاة، يميز هذا الولي عن باقي الأولياء، فلا يبقى أي شك في الأمر، وما بعد الحق إلا الضلال. صلوا على محمد وآل محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد.